تحت إشراف الدكتور محمد الشريف. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم ومعاكم حلقة جديدة من برنامج حلم الأمومة. النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. كل سيدة بتبدأ الحمل بتاعها وتسألنا امتى ابتدي اعمل موجات صوتية، ويا ترى عمل الموجات الصوتية في اول 3 شهور في الحمل يأثر عليا ولا ما يأثرش عليا، حاجة مهمة ولا مش حاجة مهمة. طيب انا جارتي او قريبتي بدأت تتابع من الشهر الرابع، أبدأ أتابع الحمل إمتى؟ طيب هي الموجات الصوتية اللي تتعمل في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث دي ليها فايدة؟ وفايدتها إيه؟ ويا ترى أنا سمعت إن الموجات الصوتية أقدر أكتشف بيها مشاكل كتير، فيا ترى أعرف أكتشف مشاكل الحمل ومشاكل لو عندي تقدر الله تشوهات أو أي عيوب خلقية في الجنين أعرف أكتشفها بدري ولا لأ؟ الحاجات دي كلها هنتكلم عليها النهاردة. بس نبدأ الأول نقول هو إحنا ايه الموجات الصوتية؟ الموجات الصوتية عبارة عن السونار اللي هو موجات صوت، بس ربنا خلق البني آدم بيسمع ما بين 20 ل 20,000 هرتز. ده ودننا بتسمع، لو صوت يقع ما بين 20 و 20,000 هرتز نسمعه، اعلى من كده ما نسمعوش واقل من كده ما نسمعوش. فلاقي مثلا في بعض الحيوانات زي الكلاب تسمع حاجات احنا ما نسمعهاش، تبقى الحاجات اللي بنقول عليها الانفرا ساوند. وفي نفس الوقت الالترا ساوند او الموجات الصوتيه بيبقى الصوت بس بسرعه عاليه قوي، الجهاز بتاعنا بيبعت موجات وترتد له تاني احنا ما بنسمعهاش فهو صوت. عشان ما حدش يقول لي يا ترى السونار ده اشعه ولا مش اشعه، لا هو مش اكس راي، يعني مش مضر في الحمل، يعني عدده وكميته في الحمل لو كل اسبوع لو كل اسبوعين لو كل شهر ما ياثرش علينا خالص. طيب حضرتك امتى تبتدي تروحي لدكتور النساء لما يبدا الحمل بتاعنا؟ اول حاجه، اول ما حضرتك تعرفي انك حامل هيبان الحمل لما يبقى تحليل الحمل الرقمي اكتر من 1200، هيبان بالموجات الصوتيه الترانس فاجينال او المهبليه. من على البطن هيظهر لي كيس الحمل لما يبقى الحمل بتاعي رقمه اكتر من 2000. يعني واحدة حامل 5 أو 6 أسابيع، يعني ايه 5 أو 6 أسابيع؟ يعني الدورة اتأخرت عليها من اسبوع لعشر ايام تقريبا. لما تيجي تعمل سونار متوقع نشوف ايه؟ متوقع ان احنا نشوف كيس حمل داخل تجويف الرحم جواه بيبي، ممكن وممكن ما يكونش لسه ظهر النبض بتاع الجنين، ويبان لي مكان البويضة او الحويصلة اللي خرج منها الحمل في المبيض. يعني انا ممكن عند 6 أسابيع اشوف الحمل بتاعي جوه الرحم واشوف كمان النبض اشتغل ولا لا. وبالعكس ده انا لازم اروح للدكتور واعمل سونار اول ما اعرف اني حامل. بعد ما الدوره اتاخر باسبوع لابد من عمل موجات صوتيه. الهدف الاساسي منها ان انا مش بس اطمن على الحمل بتاعي ماشي سليم ولا لا، لا الهدف الاساسي ان انا اطمن الحمل بتاعي جوه
تجويف الرحم ما هواش بره تجويف الرحم. ومعنا المخرج بتاعنا هيورينا فيديو دلوقتي شكل الحمل لو لا قدر الله خارج تجويف الرحم. زي ما احنا شايفين على الشاشة هنلاقي ان احنا عندنا في حاجة بتلمع ازرق واحمر كده، ده تجويف الرحم قدامنا فاضي خالص، وعلى الجنب ده البيبي والنبض بتاعه شغال في مدخل الانبوبة. المكان ده بيورينا الحمل الخارج الرحم، وبعد كده هيورينا في نفس الفيديو ان تجويف الرحم اللي هو ده فاضي خالص مفيهوش جنين. هنلاقي في الفيديو ده سونار رباعي الابعاد يبين لنا تجويف الرحم ومدخل الانبوبة. لو خدنا بالنا المثلث اللي ظاهر عندنا ده تجويف الرحم، والشيء الدائري اللي في الجنب في الطرف خالص ده الحمل اللي خارج الرحم، وداخل الحمل خارج الرحم باين مدور بره تجويف الرحم خالص، عضلة الرحم الخارجية وتجويف الرحم فاضي تماما ما فيهوش اي حاجة جواه. فكده احنا عندنا حمل خارج الرحم. طيب مهم جدا كمان لما نعمل الموجات الصوتية لازم نعرف احنا عدد الحمل، عدد الاجنة اللي داخل تجويف الرحم قد ايه. يعني ممكن نبص نلاقي جنين واحد وممكن نلاقي اثنين او ثلاثة. هنعرض فيديو يورينا اذا كان عدد الاجنة بتاعنا ده، فيديو بيورينا عدد الاجنة وباين ان هو في واحد فوق وفي واحد تحت. وهنا لو خدنا بالنا احنا مهم جدا لما نيجي نشوف عدد الاجنة نعرف كمان بكام مشيمة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الجنين لو هو بويضة واحدة خصبت وبويضة تانية خصبت وجوم مسكوا الاتنين جوه تجويف الرحم، كل واحد هيبقى ليه مشيمة منفصلة، وده كحمل توأم مشاكله اقل كتير من لو احنا ورينا فيديو اللي بعديه الحمل بتاعنا يكون الجنينين عبارة عن طفلين بس بمشيمة واحدة. دول ممكن يحصل لهم مشاكل كتيرة نتيجة عدم التوزيع المناسب للدم ما بين المشيمة اللي هي الواحدة دي وما بين الطفلين، واحد فيهم ياخد غذاء عن التاني، وعملنا مشكلة كبيرة هنبقى نتكلم عليها بعد كده اسمها twin to twin transfusion syndrome، طفل بياخد غذاء من اخوه. لو خدنا بالنا هي هنا المشيمة هي جزء واحد لا يتجزأ وفي كيس فاصل ما بين الجنينين، ده معناها ان البيبيهات دي هيطلعوا نوع واحد وشكلهم شبه بعض ولا لا؟ هيطلعوا شبه بعض. طيب ايه تاني بنهمنا ان احنا نبص عليه لما نشوف المشيمه؟ نشوف المشيمه بتاعتنا ونعرف عددها. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل من مشيمه واحده؟ عايزين نوري فيديو صغير يورينا لو واحد طفل بيتغذى على اخوه بياخد دم من المشيمه اكتر من التاني، نلاقي ان في واحد فيهم في الفيديو اللي قدامنا حجما اكبر من التاني، الميه اللي حواليه كتيره جدا، اللي تحت على اليمين الشاشه ده حجمه اكبر من اخوه حجمه صغير، باين جدا ان كميه الميه السوداء اللي حوالينا في الفيديو هي اكتر من اخوه، تاني لازق في منطقه المشيمه ومفيش ميه كتير حواليه ولا حاجه، وحجمه دايما بيكون اصغر من الاخ. المشكله دي بتتفاقم مع الوقت وبنحاول ان احنا نحلها قبل ما تكبر، فبنعمل دلوقتي عمليه فريده من نوعها اسمها منظار جنين. بنخش بمنظار داخل تجويف الرحم، تخش على المشيمه وندور على الشرايين اللي موصله ما بين الطفلين ونقسمهم كاننا بنفصل المشيمه نخليها مشيمتين. نوري فيديو كده بسيط، ده احنا داخلين بمنظار الجنين بندور على المشيمه بتاعتنا، دي اللي ظاهره الشرايين بتاع المشيمه، دي رجل للبيبي، دي رجل البيبي، باين اصابع الجنين، ده بحاجه اسمها فيتوسكوب او منظار الجنين. احنا داخلين دلوقتي هنعمل بنشوف بس الشرايين اللي موصله ما بين الاخ واخوه، وبعد كده هناخد نستخدم جهاز ليزر وكابل ليزر، ليزر فايبر هنكوي بيه. لو شايفين الكابل بيكوي دلوقتي الشرايين اللي بتوصل ما بين الاثنين، عشان كاننا بنفصل المشيمه لجزئين، جزء لكل واحد، فكل واحد ياخد الغذاء المناسب ونعالج المشكله اللي هي ان الطفل بياخد غذاء من اخوه. احنا في نفس الوقت لسه جهاز الليزر بتاعنا شغال بنكوي، ده شريان صغير احنا بنعمل له كي دلوقتي، نقفل الدم اللي موصل ما بين الطفلين بحيث ان كل واحد يجي له الغذاء من جزء من المشيمه ما يسحبش الدم من اخوه. طيب نتكلم بقى احنا لما بنعمل موجات صوتيه في الاسبوع ال 12. يعني ايه الاسبوع ال 12؟ يعني في الشهر الثالث متوقع ان السيده تشوف ايه
في الطفل بتاعها. الناس فاهمة ان انا لما بعمل سونار في الاسبوع ال 12 انا كل اللي اقوله والله انا عندي طفل حجمه كذا والنبض بتاعه شغال ولا لا. اللي احنا لازم نفهمه ان تكوين الجنين وتخليق الاعضاء هو من الاسبوع تقريبا السادس لحد الاسبوع ال 11. فلما نيجي نعمل فحص للجنين احنا ممكن نعمل حاجة اسمها فحص تفصيلي او موجات صوتية متقدمة توريني تكوين البيبي تفصيليا من اول مخه لحد صوابع رجليه، وتستبعد لي وجود اي تشوهات في الجنين بنسبة 90-95% من التشوهات اللي ممكن اكتشفها في الشهر الخامس او السادس انا ممكن اشوفها في الشهر الثالث. وهنوري لحضراتكم فيديو يورينا احنا المفروض نتوقع نشوف ايه لما نبص على طفل في الاسبوع ال 12. ده بيورينا المكان دي الراس بتاع البيبي والمخ بتاعه، نشوف التكوين التفصيلي للمخ. هيظهر قدامنا دلوقتي دول حدقتين العين، دي عين والعين التانية وعدسات العين لونها ابيض جوه الحدقة. هيبقى لنا كمان المناخير والشفايف بتاعة الطفل، نطمن ان الشفة اللي فوق دي سليمة، مفيش شفة ارنبية او فتح في الشفة. لازم كمان نبص على القلب والرئتين، نطمن ان القلب بيشتغل كويس وان الرئتين بدأوا يتكونوا ووضعهم سليم. بعد كده هنشوف الحاجات اللي ممكن نشوفها جوه البطن زي المعدة، الكبد، والحبل السري ومدخله هو داخل البطن، اطمن هو سليم ما فيهوش فتق في الحبل السري او مشكلة في تجويف البطن. المثانة البولية. بعد كده هنبص على العمود الفقري والاطراف بتاعة الجنين. هيبقى لنا في الفيديو دلوقتي ده البيبي كله على بعضه، لو خدنا المقاس بتاعه بنشوف الاطراف، الايدين بتاعة الجنين زي ما احنا شايفين، الايد التانية سواء عظم الساعد وعظم العضد وصوابع الايدين، ونقدر نعد صوابع الايدين والرجلين براحتنا، ونشوف عظمة الفخذ وعظمتين الساق والاقدام بتاعة الجنين. وده يورينا العمود الفقري وتكوينه من اوله لحد اخره. شوف كمان الحجاب الحاجز ونتأكد ان احنا ما عدناش حاجة اسمها فتق في الحجاب الحاجز. يعني انا ممكن في المرحلة دي اشوف كل التكوين الداخلي للجنين. ما ينفعش اقول لا انا ما اقدرش ابص على البيبي وعلى التكوين بتاعه غير في الشهر الخامس او السادس، او اخلي واحدة مكمل حمل ويكون الجنين فيه مشكلة في اي عضو او طرف من اطرافه وما بلغهاش. هي عايزة تكمل الحمل على هذا الاساس بس تبقى عارفة المشكلة دي اللي موجودة في البيبي ايه من بدري، عشان اديها فرصة لو هي عايزة تعمل اجهاض او تنزل الجنين ده ما تستكملش الحمل، عندنا فرصة ان احنا ننزله في الشهر الثالث. طيب ايه المشاكل اللي انا ممكن اشوفها في بيبي 12 اسبوع؟ بداية بنطمن على، قلنا اول حاجة تكوين الراس والمخ، هنشوف عظم الراس ونتأكد ان هو سليم. هنعرض الفيديو اللي جاي ده هيورينا ده صورة طفل بالسونار عند 12 اسبوع. ده الاول قبل ما نعرض الفيديو بتاعنا، ده يورينا تكوين القلب التفصيلي للبيبي، الاربع غرف ناضحين جدا، والشرايين الرئيسية كمان ممكن نشوفها في مرحلة 12 اسبوع. ده صورة قلب الجنين عند 12 اسبوع من الحمل، ونعرف نعمل فحص تفصيلي للقلب وكمان نستبعد وجود التشوهات الخلقية. نرجع اللي احنا كنا بنقوله، احنا هنعرض دلوقتي فيديو يورينا مشكلة في تكوين الرأس عند الجنين. لو خدنا بالنا على الفيديو ده يورينا الطفل وعظمة الرأس اللي فوق دي قمة الرأس مش موجودة، وطالع المخ موجود عايم في المية اللي حواليه، حاجة اسمها أنينكفالي، ودي حاجة من الحاجات اللي احنا نشخصها بدري، ولابد ان اي دكتور نسا يعرف يشخصها بالموجات الصوتية عشان ما نضطرش ان احنا نفاجئ ان احنا بقينا في الخامس والسادس وعندنا تشوه بالشكل ده. هنرجع لكم ان شاء الله بعد الفاصل ونشرح ايه المشاكل اللي ممكن نقابلها في الحمل بتاعنا في الشهر الثالث. عيادات الشريف للخصوبة.
أعزائي المشاهدين أهلا بيكم، ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه. احنا كنا بنقول دلوقتي ان في حاجات كتير ممكن نكتشفها في البيبي عند 12 أسبوع، والحاجات دي عيوب لازم تبان بالسونار، وما ينفعش نكمل الحمل بتاعنا من غير ما نعمل الموجات الصوتية المفصلة في الأسبوع الـ 12. هنتكلم على التشوهات اللي ممكن نلاقيها في المخ بتاع الجنين، هنوري فيديو المخرج بتاعنا عرضه لنا، ده وجود مية زيادة داخل المخ. لو خدنا بالنا على الشاشة هنلاقي ان في اتساع في الفنتريكلز او المكان اللي بيبقى متجمع فيه المية داخل تجويف المخ، وده من احد المشاكل اللي ممكن نكشفها بدري ونشوف سببها ونبتدي نعالجها. طيب ايه المشاكل التانية اللي ممكن نشوفها؟ احنا عرضنا فيديو يورينا القلب السليم شكله ايه، لكن كمان ممكن نوريكو ان احنا نكتشف اي عيوب في القلب بدري من اول 12 اسبوع. هنشوف فيديو يورينا ده الاول المخ بتاع الجنين، ده حاجة اسمها هولوبروزين كافري، مشكلة أثناء تكوين المخ برضو وبتعمل تشوهات كتيرة، وساعتها لما نشوف المنظر ده في الأول نشك في الكروموزومات بتاعة البيبي ونضطر ان احنا نعمل حاجة اسمها عينة من المشيمة. ده فيديو بيوضح لنا قلب عند 12 أسبوع وفي مشكلة كبيرة، وهي ثقب في القلب ما بين البطين والأذين، فالمنطقة اللي في النص دي مش موجودة حاجة اسمها common AV canal، والمشكلة دي ممكن نكتشفها بدري، ودي مشكلة بتحتاج عملية تصليح بعد الولادة وعملية قلب مفتوح، ولازم نتأكد ان البيبي ده مفهوش تشوهات تانية، لان عادة العيوب الخلقية لما بتيجي في القلب بمعها بعض التشوهات الاخرى. نوري الفيديو التاني، القلب ممكن نشوف فيه حاجات تانية كتير، زي مشكلة زي هنا في الصمامات بتاعة القلب تخلي عضلة القلب بتنقبض بطريقة غير سليمة، لو شفنا فيه تضخم في عضلة القلب. نوري الفيديو اللي بعد كده، ده في نفس الوقت يورينا فيه تضخم في ناحية اليمين وناحية الشمال، الصمام بتاعها فيه ضيق شديد ما بيعديش الدم بطريقة سليمة. نوري الفيديو اللي بعديه بعد إذن حضرتك، ده نوع من التشوه اسمه بشتاين انومالي ان ذا هارت، ده بيبقى مشكله في التكوين بتاع عضله القلب، وده من الحاجات اللي بتؤدي للوفاه داخل الرحم. طيب ايه تاني غير القلب ممكن نشوف المشاكل بتاعته؟ ممكن يكون عندنا مشكله في تكوين القفص الصدري وتبان لنا عند 12 اسبوع، زي الحاله اللي هنظهر لحضراتكم. لو خدنا بالنا في الفيديو هنلاقي القلب خارج تجويف الصدر. نرجع تاني للصوره، شايفين القلب اللي هو بينبض، القلب اللي هو بينبض ده بينبض وهو المفروض مكانه الطبيعي جوه القفص الصدري، المنطقه دي مش موجوده والقلب طالع، حاجه اسمها اكتوبيا كوردس. طيب ايه المشكله الثانيه اللي ممكن نشوفها؟ ممكن نكون مشاكل جوه الكلى او الجهاز البولي للجنين، زي ضغط على الكلى او الحالب. هنوري فيديو يورينا، ده كليه لطفل عند 12 اسبوع وباين فيه تضخم في الكليتين. الكلية التانية سليمة لكن الكلية دي فيها تضخم وعاملة ضغط جامد عليها. نوري الفيديو اللي بعديه، هنشوف لو عندنا مشكلة في المثانة او انسداد في المثانة. شايفين المثانة البولية مالية تقريبا معظم بطن البيبي، وده يأثر على النفس بتاعه نتيجة انسداد في مخرج البول عند الجنين. لو احنا اكتشفنا الموضوع ده بدري نقدر ندخل قسطرة نزرعها داخل المثانة تصرف المية دي وما تأثرش على الكليتين وما تعملش تليف في الكليتين عند الجنين. نوري الفيديو اللي بعديه برضو، ده فيديو تاني يورينا المثانة مليانة على الآخر، ودي المنطقة اللي فيها الانسداد عند مخرج البول عند البيبي. طيب ايه اللي ممكن نشوفه تاني؟ ممكن يكون عندنا مشاكل في البطن، زي مشكلة زي دي عندنا حاجة اسمها فتق في البطن، المنطقة بتاع جدار البطن مش كاملة وطالع فيه منه يا اما الكبد يا اما الامعاء. في الفيديو اللي احنا هنشوفه جزء من الكبد وجزء من الامعاء طالع وعايمين في المية اللي حوالين الجنين. لما بنكتشف الموضوع ده بدري بنجهز بعد الولادة، عشان البيبي ده بيتعمل له عملية وبيرجع الامعاء دي ويتقفل البطن بطريقة معينة جراحيا بعد الولادة، بس ولادته بتبقى محتاجة شوية مهارة وفن. ده فيديو تاني بيظهر لنا الامعاء وجنبيها الحبل السوري اللي هو لونه ازرق في ابيض، دي الامعاء بتاعت الجنين وعايمة في المية اللي حوالين البيبي. طيب ايه المشاكل تانية اللي ممكن نشوفها في الجنين؟ ممكن يكون مشكلة في البيبي ككل نتيجة مشكلة في الدم مثلا، في اجسام مضادة زي اجسام بتاع الار اتش، او مشكلة في القلب فعاملة تضخم وارتشاح مية موجودة حوالين البيبي. نعرض الفيديو اللي يورينا التشوه ده، المية موجودة في كل حتة حوالين الرئتين حوالين القلب، البطن بتاع الجنين جواه مية او ارتشاح، الصدر فيه ميه وارتشاح،
وحتى جلد فيه ميه زياده، دي حاجه اسمها هيدروبس فيتاليس، ودي من المشاكل اللي بنشوفها ويبقى علاجها صعب جدا جدا اثناء الحمل ومع الولاده. دلوقتي ممكن في مشاكل تانية نقابلها ونكتشفها بدري، ممكن واحنا بنعمل الموجات الصوتية نكتشف وجود ورم داخل الجنين، يعني الأجنة ممكن يحصل لها أورام، الأجنة زيها زينا بالظبط، يحصل لها تشوهات أو عيوب في مثلا في القلب، واحد كبير جاله مشكلة في القلب، لكن البيبي أثناء التكوين يحصل له مشكلة في القلب، برضو زي ما واحد ممكن سنه 40-50 سنة يجيله أو يكتشف ورم، الأجنة ممكن يبقى فيها أورام، بس الأورام بتاعتها بتبقى أكثر عنفاً من الأورام اللي بتجيلنا، وعلاجها بيبقى صعب جداً 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 أثناء الحمل. نوري فيديو يورينا ورم طالع من العمود الفقري، حاجة اسمها سيكرو كوكسيجيال تراتوما، ده ورم موجود لو خدنا بالنا دموي كبير طالع من العمود الفقري. لو شفنا الدم اللي واصل الورم، كمية الشرايين اللي بتلمع دي بتغذي الورم ده قد ايه؟ كمية كبيرة جدا، ومشكلته انه طالع من منطقة حساسة اللي هي منطقة العجز بتاع العمود الفقري. طيب ايه المشاكل التانية اللي احنا ممكن نشوفها واحنا بنعمل موجات صوتية؟ احنا قلنا ان احنا لما بنعمل السونار في الاول في مرحلة الشهر الثاني او الثالث بيبقى مهم جدا ان احنا نعرف عدد الاجنة اللي عندنا. ليه؟ عشان نكتشف التوائم بدري، وعشان مشاكل التوأم في بداية تكوينها تبقى مشاكلها كتير قوي. هنوريكم مشكلة من المشاكل اللي ممكن تحصل، حاجة اسمها تراب سيكونس أو توين ريفرس أرتيريال بيرفيوجن، ده عبارة عن مشكلة زي ما الجنين من التوأم بيتكون بطريقة سليمة، جنين تاني بيتكون بطريقة غير سليمة تماما، لدرجة انه ما بيبقاش عنده قلب بينبض، لا هو بيوصل له دم عن طريق الحبل السري بتاع أخوه. نوري الفيديو لو سمحتوا. ده شكل البيبي، لو خدنا بالنا مفيش حاجة بتتحرك جوه القلب، ولكن الجنين نفسه هيلاقيه بيحرك رجليه، ملوش قمة رأس، الرأس مش موجودة خالص، والرجلين بتاعته موجودة ومتكونة. مشكلة في توزيع الدم. مرحلة تكوين الأطراف، مرحلة تكوين الأطراف، الأطراف اللي فوق مع الرأس بتحتاج لكمية دم زيادة، لكن الأطراف اللي تحت بتحتاج كمية دم قليلة. لو عندنا نقص في تكوين الدم بدري يعمل لنا جنين زي كده، ما فيش فيه رأس، ما فيش فيه قلب، لكن الرجلين بتاعته تكونت، سبحان الله. نوري فيديو يورينا التوأم أخوه بقى، ده شكل الجنين، ده سليم تماما لو بصينا عليه، القلب بتاعه سليم، أطرافه سليمة، ولو بصينا فوق هنلاقي فيه البيبي اللي احنا ورينا لكم الفيديو بتاعه موجود، ما فيش ليه رأس ولا أطراف دراع، لكن رجليه لو خدنا بالنا بتتحرك، وده معناه انه واصل له دم مع ان مفيش وجود قلب بينبض داخل هذا الجنين. طب الدم واصل له منين؟ عن طريق الحبل السري بتاع اخوه. والمشكله دي ممكن تبقى اكتر مع لو احنا عندنا اكتر من طفلين، لو ثلاثه، لو ثلاث توائم، نوريها في فيديو لثلاث توائم ويكون فيهم المشكله اللي احنا قلنا عليها التراب سيكونس، نعرضه بعد اذنكم. لو بصينا على الشاشه هنلاقي فيه ده واحد غير سليم ومفهوش قلب، ده سليم تماما والقلب بتاعه شغال. طيب المشكله دي نعالجها ازاي؟ ويا ترى ليها علاج داخل الرحم ولا لا؟ احنا دلوقتي نقدر نعمل عمليه بسيطه، بنخش بابره وندخل عليها كابل ليزر ونخش نفصل الدم اللي موصل للطفل ده اللي بيسحب من اخوه عشان نوقف الدم المتدفق ليه، هو اصلا ما عندوش قلب. فلو قفلنا الشريان اللي بيوصل ما بين الطفل ده والتوين التاني ده، خلاص يبقى احنا قضينا على المشكله تماما. هنعرض فيديو نوري احنا بنعمل العمليه دي ازاي. بنخش بابره صغيره، اللي بيلمع ابيض ده دي الابره، ودي مكان الشرايين اللي بتغذي الجنين، داخلين جوه البيبي، وهنقفل الشريان بالابره بتاعتنا. احنا بنعمل كي بالليزر دلوقتي، بنكوي بالليزر، وبعد مرحله معينه هنلاقي خلاص ان الطفل ده النبض بتاعه هو كده وكده، ما كانش واصل له نبض لكن الدم اللي واصل له توقف. طيب لو احنا عندنا اي مشكله موجوده في الجنين، ايه الخطوه الاولانيه عشان نعرف اذا كانت المشكله دي تتعالج ولا لا، وتاثر علينا في المستقبل ولا هنكمل الحمل بتاعنا يعني ولا مش هنكمله؟ اول حاجه في وجود اي تشوه او اي عيب خلقي للبيبي بنعمل حاجه اسمها عينه من المشيمه. ايه عينه من المشيمه دي؟ بنخش نسحب بعض الخلايا
من المشيمة اللي بتغذي الجنين دي فيها نفس الحمض النووي ونفس الكروموزومات بتاع البيبي. تمام؟ لما نسحب العينة دي بنبعتها معمل وراثة ونحللها، يطلع لنا التحليل يقول لنا الطفل ده الكروموزومات بتاعته سليمة، فما عنديش مشكلة ان انا اكمل الحمل. لو هو عيب ليه علاج جراحي بعد الولادة او اثناء الحمل هنستكمل الحمل، لو عيب ما ينفعش نكمل الحمل او مثلا انسداد تام في المثانة ونأثر على الكليتين وعمل فشل كلوي في الناحيتين وخلاص الكليتين دول مش شغالين يأثر على فرصه بعد الولادة، يبقى ساعتها بننهي الحمل في مرحلة الشهر الثالث. هنوري فيديو ازاي بنسحب العينة من المشيمة اللي بناخد منها التحليل بتاعنا. وري الفيديو بتاعنا ده شكل المكان اللي بنخش فيه، ده بنخش بالإبرة تحت الموجات الصوتية باستخدام الموجات الصوتية، بندي بنج خفيف عشان خاطر الموضوع ما يبقاش مؤلم، وبعد كده هنبتدي. دي الإبرة اللي بنسحب بيها العينة بتاعتنا. هنبص على السونار يورينا المكان اللي احنا داخلين فيه. دي المشيمة بتاعت الطفل اللي احنا نسحب منه عينة. دخلنا بالإبرة لحد الآخر، هنسحب بعض الخلايا. الخلايا دي هناخدها ونحللها. إجراء بياخد بالظبط دقيقتين، هو مهاري شوية مش أي حد يقوم بيه، ولكن دي الخلايا اللي طلعت بنبعتها لمعمل الوراثة، ومعمل الوراثة يقول لنا كروموزومات سليمة ولا مش سليمة. عايزين نلخص اللي احنا قلناه في الاول. هو بس الهدف الاساسي من الموجات الصوتية في المرحلة الاولانية هي حاجة مهمة، حاجة لازم نعملها في كل حمل عشان ما نفاجئش باي مشكلة في الجنين بتاعنا او اي تشوهات، ولازم نلجأ دايما للمتخصص اللي يقدر يطمننا على البيبي بتاعنا. شوفكم ان شاء الله في حلقة تانية من برنامج حلم الامومة. السلام عليكم. عيادات الشريف للخصوبة والحقن المجهري. شد البطن أثناء الولادة القيصرية. عيادات الشريف، الخصوصية، الأمانة، الرعاية الصحية. شركة الشريف ميديا لاين، لو عايز تنتج أو تصور إعلانات، فعاليات ومؤتمرات، مونتاج وجرافيك، استديوهات على أعلى مستوى، أحدث معدات التصوير، برامج تلفزيونية، تسويق البرامج والإعلانات. مع شركة الشريف ميديا لاين، الإعلام بمنظور آخر.